حتى لما جينا وقرأنا قصة سيدنا أيوب عليه السلام عندما يقول ويخاطب الله عز وجل: مسني الشيطان بنصب وعذاب، فأمره الله قال: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. لما جاء الأطباء الآن ليحللوا هذا الأمر وجدوه حقا أنه يشفي ويعالج، فكان كأنها بداية لكثير من الأطباء أن يبحثوا عن أشياء طبية في القرآن الكريم. من عجائب الأشياء أن واحد من الألمان الأطباء أسلم لما علم معلومة في القرآن الكريم عند قراءتهم لقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون. قال وقف هناك وأسلم، ولم يعرف هؤلاء الذين كان حولهم الأطباء قضية إسلامه إلا بعدما نطق بالشهادتين. هنا قال: أنا أريد أن أسلم. كيف نطق بالشهادتين وأخبرهم؟ إيش هم؟ لما سمع أحد المسلمين يذكر أن في القرآن الكريم ذكر الله عز وجل الزيتون 7 مرات والتين لم يذكر إلا مرة واحدة، والأطباء الآن عندما يضعون أقراص الأدوية الحبوب في وضعهم للزيتون والتين يحتاج 7% يكون، أو نقول 70، أو يعني يكون 7 مقابل 1 من التين. يعني خلاصة وعصارة الزيتون 7 ومن عصارة التين 1 ليجمعوا قرص واحد أو دواء واحد. قال: من أين لكم أن تأتوا بهذه المعلومات وهذه الأشياء فيما يتعلق بالجنين، العلاقة والمضغة ونحو ذلك؟ وجدوا في القرآن الكريم أيضا ونحو ذلك.